القرد فان ام غزال، الخشف الرجال يجيب الفقر. اللي انا عارفه بيقول لك اقلب القدره على فمها وتطلع البنت لامها. اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الايس كريم. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. اللي ملوش كبير بيشيلوه كبير. اعمل خير وارمي البحر. يعني في مواقف بتبقى اللي بيبقى المثل منطبق عليها قوي، يعني عشان خاطر في واحد زميلي حصل موقف من بيننا ان هو كان المفروض ان احنا نتحاسب وكده ومش عارفه ايه، وفي الاخر هو شال الليله كلها، فاللي هو اتكسف ان هو يحاسبنا. فالخشف الرجال بيجيب الفقر فعلا، هو دفع العزومه كلها. اصل البنت هي بتتولد بتكون مع امها اغلب الوقت وكده. هو بيحصل يعني في مجتمعنا، مثلا لو انت عرفت شخصيه وخدت منها مثلا ضربه بتخاف من باقي الناس او بتخاف تتعامل مع اي حد. لا، جت بالمواقف، كل مثل جت بالموقف بتاعه بيذكرك بالمثل بتاعه. يعني دلوقتي انت ماشي اعمل اللي انت عايز تعمله، اخبط في الحب براحتك. احنا يعني قلنا لك في الاول مثلا الطريق ده اخرته غلط، انت عايز تكمل فيه كمل. كل مثل بيبقى ليه اصل، يعني مش بيبقى جاي كده. كل مثل ليه موقف معين وليه حاجه معينه، فعشان كده اتقال فيها. اكيد في حاجات من محض الصدفه وفي حاجات جت من مواقف معينه على مدار التاريخ، هي بتبقى تاريخيه اكتر. يعني كثير من الامثال جايه بناء على قصص واقعيه او قصص او يعني مواقف حياتيه في الاثر. ايوه اكيد، يعني اكيد حد مر بتجربه فعمل عليها مثل. لا، ده من زمن الزمن الامثال دي، يعني ناس كبيره اللي عملتها، يعني اكيد بيمروا مثلا بمواقف ولا حاجه، فهو ده اللي خلق المثل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم مع نسمة مدحت. اتقال لقلب القدرة على فمها تطلع البت لأمها، من ضمن الأمثال برضو المشهورة. وطبعا في أمثال كتيرة جدا زي ما كانت نسمة بتقول، يمكن احنا بنعرف أو عارفين نقولها امتى.